السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، على أفضل الصلوات وتم التسليم. يا جماعة، شير ملصقات، شير شير ملصقات، شير شير ملصقات. أولا شيء يا جماعة، نحن شفنا أمس وأول أمس الميديا القحاطية كيف كانت شغالة، عشان الناس ما تنسى. الناس زي هون أساسا نحن عارفين إنه ينجويت وعارفين إنه جزء من الحرب. يعني قصه محايده دي احنا من اليوم الاول قلنا الناس زي الجنجويد، لكن خجلانين وخايفين يقولوا، لانه مرجال هون طالما اختاروا موقف مفروض يطلع يقولوا احنا جنجويد. ما في حاجه، ما ده مبدا او موقف. انت ما قادر تقول انك انت كده، انت ما قادر قول، يعني تصرفاتك جنجويد، اقوالك جنجويد، اي حاجه فيك ريحتك جنجويدي، ابو اهل امك جنجويدي. انت قول انا جنجويدي، فاش ما في حاجه، دي حريه. كمان خايف ما تقعد تتلفت تتلبت لنا ورا الثورة، ورا ديسمبر، ورا انتوا طلعتوا ميتين ديسمبر، انتوا انتهيتوا من ديسمبر، انتوا مسحتوا بقى الواطة، انتوا انتهيتوا منا وانتهيتوا من شهداء. قسما بالله العظيم انتوا انتهيتوا منا وانتهيتوا من الشهداء حقنا ديسمبر. انتوا نجستوها ووسختوها، انتوا مسحتوا بقى الواطة، انتوا خليتوا الناس تخاف تقول احنا من ديسمبر. انتوا اتفه واقذر واوطى من الله. اولاد الحرام دي بقت ما بتاكل عيش، اولاد الزنا والله ولا حته منكم. انتوا دايرين حاجه مصطلح اجتمعوا العلماء الفلاسفه في النتانه والغزاره والوساخه يطلعوا عليكم خلطه سحريه عشان تركب فيكم. الله لا عادكم ولا عاد ابو اهلكم ولا ابو اهل اللي بيعرفكم. انتصرنا غصبا عنكم وغصبا عن ابوكم وغصبا عن اجابتكم وغصبا عن ابو اهلكم، كلكم انتصرنا. مدني، مدني خاليه من امك ذات ما فيها. امك يا قحاطي ما قاعده في مدني، عشان تكون عارف. مدني ما دخل جنجويدي من برا. مدني جنجويدي من برا ما دخل شايل السلاح. الناس في مدني جوا اللي كانوا القحاط الخلايا النايمه يا هندير اللي كانوا قاموا ومشوا على السوق عشان يعملوا الفوضى. لكن التحيه لشرطه مدني، التحيه لجهاز الامن في مدني، قسما بالله العظيم يا جماعه دي الحقيقه. الناس ديل ما في جنجويدي دخل من الكوبري، ما في جنجويدي دخل بيتاتشر جوا، ما في جنجويدي قدر يدخل جوا، دي حقيقه خدتها مثبته. الحصر كالاتي، دقوا لهم لحظة الصفر، جات البسوا البسوا لبسوا من جوا، من جوا لبسوا، مشوا عملوا لهم صورة ودارين يمشوا وين؟ طبعا الأسواق. ليه؟ عشان الفوضى هنا. مجرد ما الأسواق دخلت الفوضى والدنيا جوا فوضى، معناتها البلد من برا بخش جوا. هنا الشرطة كانت عندها فهم، اللجنة الأمنية عندها فهم، نحن ما بنطبل عمرنا، كل يوم بندقهم وبننتقدهم، لكن الحاجه اللي اشتغلها في مدني قسما بالله العظيم شغل مغنن وشغل مرتب وشغل لون التحيه والاحترام مليون. مع انه كانت في اخفاقات في الاول ما فتشوا ما عملوا، لكن الحاجه اللي اتعملت اول امس وامس اقسم بالله تدرس. الناس زي مشوا السوق طوالي، الحصل شنو؟ ما في هنا تحانيس ولا في معليش امسكوا. الشرطه استخدمت الرصاص الحي مباشره. ليه؟ لانه الفوضى دي لو عمت من السوق وانتشرت الناس البره بيدخلوا، لانه البره من جوه حتكون فوضى وحيكون الامن خلاص انفلت. الناس دي طوال اداركوا الموقف، طوال التامين بتاع اهم موقع السوق. ضبطت السوق، قدرت استلمت الناس الجوا، خلاص موضوعك قضى. ودي الحقيقه. قحاطه شغالين انهيار في في في, في شغالين لك تمثيل الحقائق، وشغالين لك رعب، وشغالين لك خوف. والقحاطيات العاهرات بنات الحرام كل واحده نزلت في تلفونات هناك، نزلوا نشتغل شنو ضعاره زيكم، دارين تودونا الشقق المفروشه يا عاهرات، يا ما عندكم شرف، يا رمم، يا خنايل، تقول لكم ويلز. قسما بالله المفروض يحرقوكم كلكم في حفره كبيره. نزلنا العاهرات، نزلنا الارقام بتاعت التلفونات، في بصات ماشيه بورسودان، وفي سكن مجاني، وفي سكن سكني امك وسكني هنا انك. شعب السوداني ما طلع من مدني، قاعد في مدني.
الخطة فشلت، فشلت بيتين، فشلت مجرد ما اللجنة الأمنية كانت الرد بتاعت الفعل حقتها كانت منطقية وكانت مية مية. شرطة ضربت نار، قبضت العملاء الجوا، هنا طوال البلد راقد. البر ده شغل بتاع تكتيك بتاع جيش، عملوا حاجات برضو جميلة جدا جدا، عملوا انزال، انزال بتاع قوات خاصة بالمظلات، نزلوا عديل، الناس كلهم شافوا الفيديوهات، قوات خاصة نزلت عطلت الغوة عشان الطيران يصل. يعني اشتغلوا شغل جيش على شرطة في مدن، اشتغلوا شغل. القحاطة بدوا يطلعوا في الإشاعات، أمس الوالي والغايد بتاع المنطقة العسكرية شردوا وركبوا طيارة، الكلام ده كله من غرف القحاطة، كله كلام فاضي ما عنده أي قيمة ولا عنده وجود، ده كله إشاعات من الناس اللي ما عندها شرف، الناس اللي ما عندها أخلاق، أولاد الحرام، أولاد الحرام. بس يا هنديل اللغس ديل أولاد الحرام طلعوا الإشاعات، الوالي ركب الطيارة، رئيس اللجنة الأمنية ركب الطيارة، مدني فضت، الناس ألحقوا الهناي، لكن لا، الشعب كان قاعد، في ناس بسيطة طلعت خافت، لكن الشعب كله قاعد. الشعب لما طلع لقى ما في حاجة، لقى الأمن فعلا كان في ضرب نار جوا مدني، ضرب نار ده اللي من الخلايا النايمة، الخلايا النايمة دي لما جات تمشي على السوق يتعاملوا معاه بالنار، يتعاملوا معاه بالسلاح، ما تعاملوا معاها بامس معليش لا لا بالسلاح طوال. وده الشغل اللي بيمشي العمل، الشغل انتهت اقل من نص ساعه، مدني هاديه برا. اقسم بالله العظيم اي جنجويدي دخل شرقي مدني بهناك والله ما طالع منها، اقسم بالله بيقبضوا فون زي القبور، مواطنين بيقبضوا، مكافحة مخدرات بيقبضوا، مكافحة تهريب بيقبضوا، شرطة بيقبضوا، استخبارات بيقبضوا، ما في زول ما بيقبض. نزلنا لك تاتشر ثنائي قابضنا شباب ملكية ساي، تاتشر ثنائي قابضنه عديل. يا جماعة شرقي مدني دي الدخلة ما بيطلع منها، الآن شرقي مدني الغابات عبارة عن شفت حفرة محاصرة من جميع الاتجاهات وبيفوق طيران، ما بيطلع، شفت لو كتبوا لي ما بيطلع، أنا بقول لك على مزوليتي، زول دخل شرقي مدني ما بيطلع تاني، ما بيطلع حي، خدتها مني ما بيطلع، أنا بقول لك ما بيطلع. الآن مدني دخلته غوات من كل المناطق، من كل الحاميات، داير ما يدور مدني وحواليه مدني، ما مدني بس وحواليه مدني، مدني مأمنة وحوالينا مأمنة، والجنجويد زي ما كانت المدرعات بالنسبة ليهم مغبرة، مدني بقت لهم مغبرة كبيرة جدا، لموا تاتشراتهم في الخرطوم، شرق النيل، في الصالحة، الوين 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 الوين، والله كلها لموها. أقسم بالله لا حلفاية فيها جنجويدي، لا دروشاف فيها جنجويدي، لا سامراء فيها جنجويدي، لا شرق النيل فيها جنجويدي، لا صالحة فيها جنجويدي، الناس دي لموا ناسهم كلهم، خلوا لهم جماعة بكلاشات أولاد المناطق، وقال لهم بنجي جوه، اقسم بالله قدر ما يطلعوا من حفره، يخشوا يسرقوا من منطقه، بيطلعوا بيموتوا، اللي يقعدوا قبلهم يموتوا جوا. لكن اي الان قلت لك ارتكاز في الهلاليه، والله العظيم نزلت لك في التليجرام شيء بتاع الجمر وبنار بلهب ولا برد، اصل لو دخلت بتلقاه ومطلع نار، خش التليجرام وشوف بعينك ارتكاز الهلاليه، دنيا زايله. عملوا امس بالليل، الليلة دنيا زايلة، الجنيت أقسم بالله مدور نار منقد جوا، الجنيت جوا نار منقد، والله مدورين فيه النار وزخيرة فوق وتحت، كتيبة كاملة رفاعة مدورة منها مس بالليل، الناس اللي بيلقطوا فيه وما تسمع، والله شرقي ده كله غرف قحاطية، غرف قحاطية. احنا بنقول لك الحقيقة، أهلنا ناس الجزيرة ديل فيون، والله العظيم احنا ما بناخذهم بالموقف اللي شفناه، في موقف شفناه كلنا جماعة أربعة خمسة ديل بيمثلوا نفسهم، ديل ما بيمثلوا تنبول، ناس تنبول ديل من الأول كانوا بمدونا بالمعلومات وكانوا شغالين معانا والمعلومة بتجينا منهم، ولو في أي حاجة شباب عديل متطوعين، ما بنمسكهم بالموقف بتاع النتن الغزر الشايل الصبارة، ده قواد، ناس كنت تنبول ما كلها قوادين، ده غزر جبان لكن تنبول ما كلها غزرين، ديل رمم لكن تنبول ما كلها رمم، فيها الرجال وفيها الذكرانين وفيها كل حاجه، ديل ما بنقول عليه كلها تنبول، لا
دي الحقيقة، عشان احنا ما نقعد يا جماعة نقعد نتكلم ساي. الناس اللي مثل بيمثلوا نفسهم في حاجات حصلت الليلة، حاجات كثيرة جدا من شباب ومن رجال ومن كثير كثير، مواقف كلها بطولية. انا اقول لك ما في موقف والله العظيم ترفع الراس، اقسم بالله ناس برنكو امس الليل كل الناس زي يدقوا فيهم والليلة لموا فيهم والله العظيم. الان الجنجويد مصابينهم داخلين بون المستشفيات، مشوا الهلالية ما لقوا لهم دكتور ولا ممرض ولا دكتورة، مشوا وين ما لقوا مكان، كلهم موت 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 بالجملة، موت بالجملة. شفت اي زول مشى شرق الجزيرة ما بيرجع، شرق مدني ما بيرجع تاني، ما بيرجع، ما بي... انا بقول لك ما بيرجع، ما بيرجع. ما يقول لك 400 و500 و600، والله ان 1013 ما ترجع، 1013 ما ترجع. ده ما قرار خلاص، ده موضوع انتهى، قضى قضى. انا منا مثل الدنيا حلوه والحاميات جات ومدني ما دخل جنجويدي بتاتشر، والناس اللي بيقول لك دخل كذابين منافقين. تاتشر من برا دخلت مدني، والله العظيم ما في تاتشر من برا، والله ما في تاتشر دخلت مدني. الناس اللي كانوا الخلايا النايمه هنا في غلط، كان في تقصير من الوالي، الوالي المشى القحاط الا لا عاده، كان مقصر وكان كل حاجه. لكن الشغل اللي اشتغلوه الان الشرطه بتاعت مدني، والله لهم التحيه والاحترام، والله العظيم الشرطه والله اشتغل الشغل مهني، اشتغل طوال انتهت من الفتنه في لحظه. لانه يا جماعه دي فتنه من جوا. ناس ياسر عرمان امس قالوا شنو؟ كانوا بيقول لك ليل الدعم السريع يمشي ثابت، يعني بطلصوا الدعم السريع دي المدنيين. الليله بيقولوا شنو؟ بيقول لك حقوق الإنسان والشرطة بتحتغل من عنصرية، والشرطة لا في عنصرية، احنا لو لقيناك انت ولقينا ابوك بنحتغلك، انت ذاتك انت عندك اهل بنحتغلهم، عندك قريبك هنا بنحتغله. اي قحاطي مفروض يكون مكانه الغبر، القحاطي والله الغبر قسما بالله، ما سجن، سجن بسيط الغبر. اي زول اسمه انه حزبي والله طلق في راسه امه والغبر، دي الحقيقة. احنا دارين بلد القحاطي مكانه الغبر، القحاطي الغزر مكانه الغبر، القحاطي النجس مكانه الغبر، القحاطي اللي ما عنده شرف مكانه الغبر. اسمعوا يا ناس الكاملين، الاحزاب كوادر الاحزاب، الاولاد اللي ما تمام، اولاد الحرام اللي بيناتكم، اقسم بالله مرسلين للجنجويد قال لهم تعالوا الكاملين باللسامي، عندنا اساميهم باللسامي باللسامي باللسامي، لكن الجنجويد ما بيقدر يجي هناك، ما وصل. هم فاكرين نفسهم بيجيبوا دخلوا الكاملين زي القوادين بتاع ود عشيب، زي القواد بتاع ود عشيب ابو اثنين، اسمه ابو اثنين. والله يا جماعه، والله يا جماعه، جاب الجنجويد ووداهم بيوت الضباط، ووصف لهم بيوت الضباط، واحتغلوا الضابط قسما بالله، قواد من ود عشيب. والله العظيم يا ابو اثنين الا كان تمشي السماء، والله يا ابو اثنين الا كان تطير السماء باذنينك الطوال ديل، والله الا كان تطير السماء، اسمع مني يا ابو اثنين، والله الا كان تطير السماء، الا كان تطير السماء فوق، تشوف لك جهه كده تطلع فوق. لكن انت باعتبارك خلاص دنيا زايله، اسمع كلامي، انت دنيا زايله وزايل اثنين الطوال، انت بالنسبه لنا الان دنيا زايله رسمي وشعبي، انت باعتبارك خلاص الله لا عادك ولا عاد ابو اهلك ولا عاد اللي بيعرفك ولا عاد الاسره اللي بتجي منها، انت بالنسبه لنا انت دنيا زايلي. انا اسمع مني بقول لك والله انت دنيا زايلي، انتهيت خلاص. طالما انت وصلت بيك المعرضه والتعريض والقواده تودي الجنجويد بيت الضابط واحتغلوا الضابط، والله العظيم انت دنيا زايلي. قعدتك الان مجرد تعد بس ساي، دي ايام معدوده ساي زايده. شوف عندك حاجه دار تعملها اعملها، عندك حاجه دار تسويها سويها، عندك تعريضه دار تعرضها، عندك قواده دار تمش توصلها، انت باعتبارك خلاص انت انتهيت، لانه الدنيا كلها عارفه والحله كلها عارفه والموضوع خلاص انتهى انتهى. يا جماعه ايه، ناس بيموتوا عشاننا والمعركه مدوره، الواحد يبقى معرض كبير يجيب الجنجويد يدخلهم لأهله ويدخلهم بلده يوصف لهم البيوت ويمشي يوديهم بنفسه ويسوقوا الضابط، عيب ولا ما عيب؟ ده يجازوه بشنو؟ يكافئوه بشنو؟ ده ممكن يكون يوم من الأيام سوداني معانا؟
ده ممكن يوم من الايام نخليكم بيناتنا قسما بالله ما بكون عيش. واي معرض في الجزيره ابن حرام والله ما بعيش. واي ولد حرام في الجزيره قسما بالله اي زول وقف مع جنجويدي اتصور مع جنجويدي جاب لي جنجويدي مويه والله دنيا زايله. احنا بنكلمكم والله ما عندنا لكم حاجه، والله غانونا برانا. من نسيح تكونوا عارفين الكلام ده، والله بقيت وادمنوا بقيت وفلان وادمنوا والله انت دنيا زايله. اي زول وقف مع الجنجويدي وصف له، اي زول جاب له مويه، اي زول ساعده، والله دنيا زايله. والله دنيا زايله شفت يوم مشيت السما ابن الحقك، والله دنيا زايله وزايل تعريضه وزاير عمالته، خدتها في راسكم. اي زول من الجزيره، اي زول شفت الناس اللي تصوروا من تنبلدان، والله الا كان تخشوا جوا بطون امهاتكم. انا اكلمكم بالواضح لانه في ناس ماتت ودفعت الثمن، مستحيل يطلع من بيناتنا معرض، مستحيل يطلع جوال، مستحيل يطلع ولد حرام، منو ما كنت؟ منو ما كنت؟ ما في سبب، ما في مبرر. ناس بتموت عشان وطن وناس بتبيع عشان تعيش، عايش لشنو انت معرض؟ عايش لشنو انت جوال؟ عايش لشنو انت مع راجل؟ قلبي خليك تعيش شنو؟ قلبي خليك تعيش شنو؟ ما في ده وطن دار بني، مستحيل نرتضي ثاني زول يكون بيناتنا جوال، لانه احنا شفناه من العماله والارتزاق والله العظيم اكعب من الجنجويد. الجنجويد لو ما كانوا لقوا امثالكم كانوا زمانك سلموا ومشوا. لكن انتوا بقيتوا لون البوصله، بقيتوا لون الرئه، بقيتوا لون الدليل، بقيتوا لون الوصافين، بقيتوا لون يا اخي الولد الواقفين مع ده اللي بتدوا فيه في المويه ده الخايفين منه ده ولد عدم المؤاخذه للكلمه كلجة، ولد منتهي مدمر من اولاد النزهه، من اولاد حي النزهه الخرطوم. تقيفوا لك لو تتراجفوا بعراريك كون الواحد يرجف 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 تقول عنده حمى مبرد؟ انتوا مرجال؟ انتوا مرجال؟ انتوا مرجال؟ قدامكم واحد مات استشهد قال لي يا خلنا بس نطلع فوق العماره حقتك نعملها، قال له ما بتعملوا نعملها وما تعملها، قال لهم والله الا قتلوه. مات عاش راجل ومات بطل. انتوا تتراجفوا لولد عدم المؤاخذه ما تمام وخايفين منه واي واحد يجيب في المويه وابشر والله اكبر الله يطوطحكم ويطلع ميتينكم يا رمم يا خنايت يا جلافيط يا ما عندكم شرف ولا عندكم اخلاق. بالله ما بتخجلوا؟ امشي اي زول شفته عنده وقع صورته بيكبر بيهلل بيطبل للناس زي له خايف وتفضلوا ومرحبتين واحنا ناس كرم والله الكرم نوريك لي نحن الكرم بنوريك لي ما في ما خلاص قلوبنا بقت حجر واللف والدوران تاني ما بينفع لانه الناس اللي ماتت بسببك ما هين الناس اللي اتسرقت بسببك ما هين الناس اللي احتغلوهم بسببك ما هين كميه بتاعت ناس انت اللي مش تعمل كده لما نيجي يوم الحساب تعال قول لهم بعدين والله انا خايف ما بتحلك ولا عندك عذر ولا في سبب يخليك ولا في حاجة تخليك. في ناس اقسم بالله ماتوا ضحوا عشان البلد استشهدوا قالوا لا قالوا لا قسما بالله قالوا لا قالوا لا. انت ليه تبيع وتبيع لمنه لخنفسانة لواحد خنفسانة تبيع له وترجي وتمشي تجيب له المويه الباردة واشربه ونحن انت شنو هالكرم منه كنت تدخله ليه مرتك ما توريه الكرم الصح ما هو داير مرتك ما دايرك انت هو داير مرتك انت جبت لها المويه البارده بتدي ليها انت طالما خفت ممكن لو قال لك داير اخش اخد لها رده بتدخله دي الحقيقه طالما انت جبان طالما جبت لها المويه ده ما داير لمويه ده داير ما داير مويه ده داير اخش جوا ده احنا ده اللي صور قدامنا احنا شفناه ما صور شنو؟ احنا ما شفنا جنجويد معروفين بيفكر في شنو؟ ما عنده تفكير الا يا هو الموضوع ده الحاجة اللي اتصورت قدامنا مويه، لكن بيورانا عملوا لك شنو؟ احنا ما عارفين. لو جابوا زول سالوه قال له عملوا شنو؟ والله احنا ما عارفين. لأنه الجنجويد عارفين انه مغتصب وبيمشي يغتصب النسوان وبسوق البنات وقدام راجل بيقتلها وبيغتصبها جنب راجلها، احنا ما بنعرف. يعني الجنجويد بقى رؤوف رحيم معاك انت؟ يعني بقى خلاص كويس؟ اتصورتوا لنا دي مويه. لكن الحصل بعد المويه والكرم اللي قدمته له احنا ما عارفينه احنا ما بنقدر نتكلم هنا احنا ما عارفين احنا اصلا ما عارفين البر شفنا مويه السيره الذاتيه للجنجويدي مختصب
غدار، لا بيعرف عرض، لا بيعرف شرف، لا بيعرف كرم. أي مرة لافة عنده فيها نية، طالما احترمته كده وقدمته له هالكرم، احنا ما عارفينك قدمته تاني، احنا ما عارفين، عشان الناس ما تعمل نفسها. البلد دي قصة غيرة، الوسخ ما بيدسع. البلد الآن في حالة بتاعت نظافة كاملة. الحرب دي قامت عشان الوسخ زيكم، عشان العرر زيكم، عشان الأنجاس زيكم، قامت عشان كده. ما في سبب، ولا شفت لو دقيت اسم الله سبب يخليك تمش تجيب لي جنجويدي مويا، والله يا خد تلف هاسم أسميهم كلهم وأنا أموت، أفضل أفضل من تديهم مويا يشربوا، أفضل من تقيف معاهم، أفضل من الموقف ده يسجل لك للتاريخ. هيقعد كده الفيديو ده، هيقعد لأولاد أولاد أولادك، هيقعد كده الفيديو ده. ديل الناس اللي اتفزروا زمانك، ديل الناس اللي ركعوا، ديل الناس اللي كانوا بيرجفوا، ديل الناس اللي خافوا، ديل الناس اللي سووا، ديل الناس اللي دلكوا، ديل الناس اللي عصروا الظهر، ديل الناس اللي طقطقوا الأصابعين، ديل الناس اللي أي حاجة بشوفتها بيقعد لك لجنة جناك. يا الناس تموت بشرف، يا ما تقعد تجامل وتقعد تتكلم تقول أنا سوداني ولابس لك عراقي ولابسين عراريك وجلاليب. يا أخ معقولة؟ أنتوا ما بتمثلوا إلا نفسكم. التحية للشباب من الغورة الثانية اللي وقفوا، في ناس بالحجار كتلوا، أقسم بالله شباب بالحجار، حجار جابوا جنجويد الواطة بالحجار، بالحجار عديد، بس حجار طوب 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 جابونا الواطة، طوب جابونا الواطة. انتوا ما قادرين، لو طلعتوا قلتوا بسم الله الرحمن الرحيم، الناقصكم شنو؟ قبل يومين طالعين بالبكاس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وين الله أكبر الله أكبر؟ ما هدو جاكم جاكم جاكم، ولا شفنا الله أكبر ولا شفنا حاجة. شفناكم الحقونا الحقونا، دكاكيننا سرقوها الحقونا، دينا سرقوها الحقونا 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 الحقونا. هل بيلحقك منه؟ هل بيلحقك منه؟ 8 شهور هل بيلحقك منه؟ انت اللي حكت منه؟ انت اللي حكت منه؟ الخرطوم دي ما كل يوم بيقول الحقونا الحقونا، منو تدور مشى لحق الخرطوم؟ منو تدور المشى شاف بنات الخرطوم المغتصبات؟ منو تدور شاف بيوت الخرطوم دمروهن وكسروهن وسرقوهن؟ 8 شهور وجاء الحقونا، جيبوا ما بيجي تتركب بس، اجيك ليه؟ ما تبقى راجل انت، اجيك ليه؟ 8 شهور فتوا لمنو؟ صعدتوا منو؟ وقفتوا مع منو؟ بتدخلوا الجاز، بتدخلوا البنزين، بتدخلوا السلاح، شغالين مهربين، شغالين قوادين، شغالين عملاء، ولما جاتكم التحشر قعدتوا الكوركا الحقونا الحقونا، احملوا احملوا بس، تحملوا بس، اصله ما في، تحملوا تحملوا. ده تمن الفرجه، ده تمن الفرجة، ده تمن الهلس والملس، ده تمن الجوادة، التمن اللي بتدفعه في ده بتاع الجوادة، ده التمن بتاع الجوادة الطبيعي لأي جواد وحرام، ده التمن. 8 شهور الناس بتقول لكم نتكونوا جمعوا أعملوا سووا، الناس تقول جايكم الدور، ولا شغالين، شغالين توصلوا في البنزين، تجيبوا في السلاح، تساعدوا في المستعمرين، شغالين جوادة عديل علني وشعب. سويتوا شنو للوطن عشان الناس تلحقكم؟ عملتوا شنو للوطن عشان الناس تقف معاكم؟ سويتوا شنو؟ ما سويتوا للأسف، للأسف. الآن وقت جاكم قعدتوا تكوركوا الحقونا 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 الحقونا، كلموا الطيران كلموا الطيران، جيبوا الهناي كلموا الهناي، لا ما بجيبوا الهناي، تتركب بس، تتركب زي ما الناس اتركبت، تتركب عشان تشوف، عشان تشوف. ما زمانك الناس مركوبة في الخرطوم 8 شهور 9 شهور، خلاص وقفتوا معاه الوقفة القاطعة، ما وقفتوا معاه. لو كل غرية طلعت 10 أكثر من 150 غرية، أي غرية 10 ب 1500، ما عندكم 1500 كلاش؟ والله عندكم، والله الدبابة عندكم، والله أحلف الدبابة الآن عندكم، خلي الكلاش الدبابة ذاتي عندكم، مالكم؟ ما بالغين؟ ما بالغين؟ والله يكون شنبات وجلاليب وقروش، وعاملين قبل الحرف دي والله عاملين أسود 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 بطانة، الواحد تلقى قاعد يقول لك أنا أسد، أسد البطانة وأسد هناي، طلعت حملان طلعت حملان حملان، تعرفوا الحملان؟ والله حملان حملان، لما بقت في الجد والله ما لقيناكم، لقيناكم بتجيبوا الموية الباردة، لقيناكم بتجيبوا الموية الباردة، لقيناكم بتكرموا بتقول احنا هالكرم للجنجويدي، لقيناكم بترجفوا، لقيناكم خلاص الفروسية والرجالة دي خلاص دي انتهت، دي انتهت. الحصل ده وبين لنا الحاصل ورانا القصة ورانا الرواية، عشان كده الحرب دي مباركة، في ناس عايشين بتاريخ مزيف،
عايشين معانا بكذب وطلس، عايشين معانا بشنبات، عايشين معانا بصدور مبرعه، عايشين عاملين فيها الان كل حاجه، كل زول قاعد في علبه. الوطن ده حيتبني زي ما قال الكتاب، ما في صعلوك سفيه تاني بيتكلم، ما في زول خرتيت تاني بيتكلم، ما في زول ريمة تاني بيرفع لسانه، ما في زول بيتفخر ليك انا وتناي وانا، ما في الكلام ده، ما في، انتهى الكلام ده، انتهى. احنا شفنا بعيننا. تاني بيجي واحد يكذب بيقول لك احنا جدنا ابو زيد الهلالي، تاني بيقول لك 17 جواز سكن 700، سمع لنا خبر 17 جواز سكن، ما في الكلام ده تاني، ما في الكلام ده، ما في الكلام ده، شفنا شوف العين. كل الناس بتكورك من نمس، كل الناس بتسكل من نمس، اقسم بالله العظيم شفنا براكون الفيديو، عربيه بتاعت هايلوكس وقدامها 6 مواطير، تسمع يقول لك 150 تاتشر 300، كله 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 نفخ، كله كذب. ساي شفته كذب، شفته نفخ والله، بس اقطع خدر. اللي بيقول لك 500، اللي بيقول لك 800، اللي بيقول لك 700، اللي بيقول لك 600، كله قطع خدر، كله مواطن ما فاتت لهم 50 موتر تاتشر بكاسي، وكلهم قالوا يا الواحد فيهم مربطينه بحبل عشان يقعد في التاتشر. شفتوا الولد الصغير الفيديو نزلته ليه؟ مربطينه بحبل في رجوله، ولد صغير عمره 12 سنه. والولد الثاني والله 13 سنه. مربطينهم بالحبال، المربطينهم بالحبال ديل ديل خوفوا لهم شنبات. خوفوا لهم شنبات، الواحد بياكل ليه بقره كامله، اقسم بالله العظيم يقعد في التمنه بتاعت اللبن يشربها كامله، يقعد في البقره اقسم بالله ياكلها بيض ولوفه. بيض ولوف حقته، شفت لسان البقره ده؟ عباره عن حاجه كده زي اللي بيفرش بها اسنانه. تمنه اللبن دي بيشفطها من شفتها من الضريع، انتهت بهنا جوووت بيشفطها. الاطفال ديل شفناهم ديل اولاد الهناي والكلجات ديل، والله هرشوهم، والله العظيم هرشوهم، والله هرشوهم، هرشوهم عديل، هرشوهم هرش عديل، هرش هرش. الواحد ماشيين ناكل كبده الليبل، كبده الليبل، كبده الليبل، مشت وين؟ كبده الليبل كل يوم ماشيين تاكلوا كبده الليبل، كبده الليبل، كبده مشت وين؟ مشت وين كبده الليبل؟ ما كل يوم ماكلين كبدة تيبل، ما خليت ويبل ما اكلته كبدته، ما خليت لكم بقرة ما اكلته ظلوفة، ما خليت لكم خروف ما اكلته راسه. الكلام ده مش وين؟ وين مشى؟ وين؟ ما شفنا. ما الزول اللي بياكل اللحوم واللي بياكل هناك بيكون ما شاء الله عوده قوي، بيكون فارس كده، بواحد بيطقك بيقلبك. ما شفنا الكلام ده كله، كله ما شفنا. اكل ساي اكل يم 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 يم، اكل تاكله 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 تاكله، راح راح السوق في شنو؟ ما لقينا لكم اي حاجه بامانه وبكل صراحه. فشلتوا 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 فشلتوا، مردحتوا اسم تنبول، جبتوا له وطا. قسما بالله العظيم الشعب اللي كان خاتيه في تنبول اقسم بالله ما كان هين، قسما بالله العظيم. قلنا تنبول دي تحرر السودان كله، شفناهم قبل ايام طلعوا باللواري وبالبكاسي، باللواري وبالبكاسي. معقولة اللحوم اللي اكلتوها دي، الالبان اللي شربتوها دي، السمنة اللي شربتوها دي، معقول دي كلها طلعت فشوش ساي؟ طلعت فشوش؟ يا جماعة بس خلونا ساي على الله. المهم يا جماعة نحن انتصرنا، والانتصار ده جاء بالناس اللي وقفت وبالناس اللي بدون وقفت. الانتصار ده تم لأنه الشعب السوداني فيه خير، لأننا نحن فينا خير، فينا ناس كويسين، فينا ناس ممتازين، فينا ناس قريبين لله، فينا ناس محبوبين، فينا ناس كويسين بأعمال خير، ما كلنا شر، فينا الخير، فينا الصالح وفينا الطالح، لكن الصالح أكثر من الطالح. دي الحقيقة، انتصرنا والله العظيم بالدعاء، انتصرنا والله العظيم انتصار مدني. ده هرد فشفاش أي قحاطي، هرد فشفاش أي قحاطي، واقسم بالله العظيم انت ما عارف احتمال معركة مدن دي شغلات، لكن في الفاشر الناس دي اللي تدقوا دك ما شفت في مكانهم اللي قاعدين فيه من اول ما شالون الجيش عديل، دقاهم في مكانهم دق، دقاهم دق وشلخهم دق، بعد ما دقاهم شلخهم اقسم بالله شلخهم ولخبط كيانهم، والله جغم 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 ما طبيعي في الفاشر. ما انت ما حاسب الانتصارات، انت شغال بهنا لكن والله الفاشر بهناك. شلون في البوابه بتاعت مرلض قاعدين؟ شفت الزول لما الفار والكنيسه
لما الفار لما الكديسه دايره تاكل الفار في البحر وراكبين في مركب وقالت لي ما تكتح، ده الجيش مشى للجنجويد في مكانهم، في مكانهم شفت مشى اليوم وجغمهم في مكانهم، كان في اتفاق انه ما قاعدين، والله مشى جغمهم انتهى منهم كملهم ساي، زعله زعله ساي مشى كملهم. وبالنسبه لضربه نياله، ضربه نياله اول حاجه انجغمت فيها مسيرات من دوله الشر، انجغمت فيها انجغم فيها سلاح ثقيل من دوله الشر، انجغم فيها امداد كثير من وانجغموا فيها سبع ضباط من دويله، سبع ضباط انجغموا سبعة، قال لك اللحم الابيض ده مشتت، قال لك على قفا من يشيل لحم ابيض مشتت، اقسم بالله سبعة سبعة انجغموا بهناك، والله العظيم ده الخواتيم دي قسما بالله العلي العظيم انتصار في كل مكان، في كل مكان انتصار عديل، انتصار كده عديل، لا لف لا دو لا شقلاطك، انتصار دغري اقسم بالله العظيم، ماشيين ماشيين للانتصار، ماشيين للانتصار، ما شايف الصراخ بتاع القحاطه ونحن نطالب ونحن نطالب، الناس ديل انتهوا، الناس ديل خلصوا، الناس ديل المعركه بتاعت مدنه دي انتهت منهم، المعركه بتاعت الفاشر انتهت منهم، المعركه بتاعت نياله دمرتهم، المعركه بتاعت الطريق شرق النيل جغمتهم، بهناك شغالين فيهم في ام درمان طلاقيط، ام درمان والله طلاقيط ما خلفون حاجه، حتى الناس اللي فيه صالحه، الرساله نزلتها لك، قال الارتكازات ما في، اللي كانوا موجودين ما في، الجنجويز ما في في صالحه، قال قمنا لقيناهم ما في، قاموا كده لقيناهم شتتوا لقوهم ما في، والله العظيم الحرب دي ماشيه خلاص للخواتيم، الفرحه الليله دي الاحتمال دي الفال الخير مدني، الفال بتاع مدني الفرحة الليلة، الناس الفرحتها والناس عمنا البيبكي في بورسودان ده، اقسم بالله العظيم ده اي سوداني يبكي يوم يعلنوا الانتصار ده ويقول لك والله ما بيبكي ده، والله العظيم قلت لك ده بس سايل اللي يكون جبل، لكن اي زول الموقف بتاع مدني يا اخي الناس في موقف مدني ده بيكو، والله الراجل ده واقف كده ما قادر والله بيبكي، اقسم بالله تعالي ليه انت ذاتك تبكي؟ ليه؟ لانها دي فرحة، فرحة بطعم وطن، لأننا انتصرنا على الشر وانتصرنا على الشيطان وانتصرنا على إبليس، انتصرنا على أولاد الحرام، انتصرنا على الرمتالة، انتصرنا على الماد الوسخ، انتصرنا على الأسر القذرة، انتصرنا على الأحزاب النتنة، انتصرنا على الناس اللي ما عندها شرف وما عندها أخلاق، انتصرنا على الناس اللي ما مننا، انتصرنا على الناس اللي ما بيشبهونا، انتصرنا على العملاء، انتصرنا على أفريقيا، انتصرنا على التشاد، على النيجر، على مالي، على أفريقيا الوسطى، انتصرنا على العمالة، انتصرنا على دويلة الشر، انتصرنا عليها قسما بالله، انتصرنا كأنك انت وصلت السماء مدني، والله العظيم الليلة الناس بتبكي يوم الخرطوم يقول لك حرة تعمل شنو، حتشوف مناظر عمرك ما شفتها، حتشوف حاجة ليوم الدين ما حتشوفها، دي الحقيقة، احنا احتمال ما حضرنا استغلال 56 ولا شفنا حضرنا لكن ما شفنا ناس بتبكي لانه انتصار جاء، بس قالوا انتوا عملاء عيناكم، احنا بدل نقعد ونتعب ونصرف عليكم احنا بنخليكم هنا وبنشيل الحاجة الدايرينها، وافقوا عشان كده ما شفنا زول بيبكي ولا شفنا زول كان قاعد ولا شفنا حاجة، ناس طلعوا سلمون سلموا العملاء حقنا ون البلد ومشوا، اي حاجة حقتهم ماشية، لكن الانتصار ده الاستغلال ده والله اي سوداني بيبكي، لانه جبل دم، لانه جبل ارادة وجبل عزة وجبل كرامة، لانه جو كده حمرة عين، لأننا قعدنا أي زول في علبه، عشان كده الانتصار ده عنده طعم، انتصار مدني البسيط ده الناس كلها مبسوطة، مدني دي كلها طلعت، سنار كلها طلعت، المناقل كلها طلعت، بورسودان كلها طلعت، ليه؟ انتصار كده بتحسه أنه فعلا بيمثلك كده، الدولة السودانية كانت في الانهيار، نازل لو كانوا دخلوا مدني أنا أقول لك كنا انتهينا، خليها الخرطوم والخرطوم، أنا أقول لك انتهت، لو دخلوا مدني انتهت، انا بقول لك كده انتهت، لانه بعد دخلوا مدني بقول لك سنار وديل عادي، لانه مدني دي المدينه الثانيه والان المدينه الاولى، عدد اكثر من 11 مليون فيها كل حاجه، نازل قدروا سيطروا عليه، مدني ما زي الخرطوم،
مدني ما فيها حاميات ولا فيها حامية واحدة. عشان كده كنا بنقول لناس النار ناس وين كل الناس ناس الجزيرة، لو مدني انتهت الجزيرة دي كلها انتهت. اللي عنده حواشة يقنع منها، واللي عنده بيت يقنع منها، واللي عنده أرض يقنع منه، واللي عنده يقنع منه. عشان كده بنقول لك دي معركة بتاعت وطن، دي معركة بتاعت وطن، دي اللي بينتصر فيها وطن. عشان كده الناس كلها تجيب مهما كانت التضحيات، مهما ناس ماتت، مهما قدموا، لازم ننتصر. دي ما معركة بتمعرصوا فيها، دي ما معركة بتدلكوا فيها، دي ما معركة بتطبلوا فيها. ده مستعمر جايين، ده مستعمر جاي عندك بتقدم له مواه، الله يقطع يدك ويد ابوك ذاته. جاي عندك بتقدم له مواه يا وسخ، جاي عندك بتقدمه يا قذر يا واطي، ما في سبب. ده ما ضيف، ده عدو، ده جنجويدي مستعمر، ده جنجويدي. انت بتستفز الشعب السوداني كله، في ناس بيموتوا جنبك، في ناس ماتوا جنبك، انت ماشي تدي في المويه والله اكبر وابشر، ابشر على راس امك، دخل على امك، الله اكبر. الله يطلع ميتينكم يا خنايت يا رمم يا قوادين، الله يطلع ميتينكم يا عرة الرجال، الله يطلع ميتينكم يا ما عندكم شرف ولا عندكم نخوه ولا عندكم وطنيه ولا عندكم رجاله. ده عدو بتاعك مستعمر جاي يركبك، جاي يحمل امك، جاي يركب بنتك تجيب له مويه وتستقبله، جاي يا خلاص فرحان فرحان. ما تموت كان متى انت ذاتك، ما 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 لي علينا الارض، ما تموت امثالك ده ذاته ما مرغوب فيهم، ما تموت كان متى، ما تموت كان متى يا عره، ما تموت احسن لك والله اهون لك كان تموت، ولا تشيل الصبارة اللي زاني اللي قاتل اللي مجرم. قسما بالله العظيم احسن لك تموت، انت عريت اولادك وعريت مرتك وعريت امك وعريت ابوك وعريت منطقتك وعريت اهلك. قسما بالله العظيم عريتهم كله، قسما بالله العظيم عريتهم كله. افضل لك تدق طلقه في راسك وتموت، احسن لك تموت. عايش ليه؟ عايش عشان تاكل وتشرب، عايش عشان تكذب، عايش عشان تصف الصعود، عايش عشان تشرب المريسة، عايش عشان شنو انت؟ عايش عشان شنو؟ اللي يخليك تعيش شنو؟ موقف زي ده ما بيعملوا الا باطل، قسما بالله الا قحاطي باطل، الا قحاطي باطل ما عنده دين ولا عنده ايمان، ودي الحقيقه. ما في سبب يخليك تعمل العمليه دي نهائي، ما في سبب، ولا في حاجه اسمها معلش تموت. ما في، ربنا كاتب لك تموت فدا للوطن. ده وطن بيصرف عليك وبتاكل فيه وقاعد فيه ومنبطح في ظل من شجره لشجره. 180 سنة قاعد وإجدادك قاعدين، أدفع ثمن أنت الزكاة. لكن منظرك ده 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 أكبر انكسار في التاريخ. ده أنت ما منك عازة تاني. عشان كده نحن بنشدد وبنقول للبرهان القرارات بالإعدام لأي عميل. ما في حاجة اسمها معليش وباركوها، ديل ما بينفعوا، ديل اللي بيخون مرة بيخون مليون مرة. واللي بيقدر مرة بيقدرك مليون مرة. واللي بتفزر لك مرة ده عمره كله ما بيصلح. الناس دي طعنونا في ظهرنا مره ما بنقبلوا نعيشوا بيناتنا ولا ربع ساعه بيناتنا، ما في امان تاني. انا كيف امن اسرتي مع خاين زي ده؟ اسرتي كيف اخليها مع قوالين زي ديل؟ اسرتي كيف اخليها مع عملاء زي ديل؟ انا مستحيل ديل يقعدوا معي في حله ولا منطقه ولا شارع ولا زقاق ولا قريه ولا مدينه، مستحيل ارضى بيهم. ودي الحقيقه. الناس زي تجازف لك قانون تطلعه بكره، تجيب لك قانون طوارئ تطلع ميتين اي قحاطه تلقيت طلقه في راس ابوه، احنا ما عندنا ما ملزمين بيهم. الناس دي فقدوا الوطنيه، الناس دي فقدوا الوطنيه، تسحب جوازات جنسيات، تسحب اراضيهم، يمشي شوفوا مصيرهم. لكن بالنسبه لنا في السودان والله ما نقبلهم، والله ما نقبلهم. احنا بندفع في ثمن كل يوم بالدم بالدم. الناس بتدفع شباب زي الورد، امس الراجل والله العظيم اسد النزير شهيد، والله راجل شهيد، عاش شهيد، ومن مبنى انا بعرفه والله بعرفه شخصيا، والله عاش راجل، والله عاش راجل ومات راجل، قسما بالله العظيم بعرفه شخصيا، بعرفه زول ده الفارس ده فارس، شفت الفارس فارس اصله ما بيتفزر، والله مجرد بس ولا قال لي جيب مويه ولا قال لي ادينا، بس قال لي نطلع فوق في السطوح حقك عشان نغنص، بس نكون عندنا غناص ظاهرين نكون فوق. قال له ما بيكون غناص فوق، قال له النهاية ما بيطلع فوق، قال له بيطلع، قال له والله ما بيطلع، ما بيطلع بيطلع ما بيطلع. أدى طلقة قتله، أدى طلقة قتله. تفتكر
هو اللي مش كان يخلوه زو الريم شايله صباره تاع المويه ده، والله لو قال لي دارين نركب فيك بيقول له ابشروا بالخير، ابشروا بالخير، اركبوا ساي اخذوا راحتكم. ده قال لي بس نطلع فوق في السطح عشان قال لهم تقتلوا ده يشنا عادي. قال ليون والله لا خاف لا رمش، لا شاف بيته وعمارته وشاف حاجاته وأراضي ومروق وبقروشه، ولا غرته دنيا ولا غرته عربية ولا غرته حاجة، قدم روحه في ضل الوطن شهيد وراجل وفارس، أولاده يرفعوا راسهم كده ليوم الدين، أسرته ترفع راسه ليوم الدين، بيت الحراير، بيت الشرف، بيت العز، بيت الشجاعة، بيت الرجالة، اتكتب كده، اتكرموا من الدولة السودانية، اقروا مجاني، اتعلموا مجاني، موقعهم مفتوح في الدولة السودانية. رجال ديل الجينات اللي احنا دارينها في الدولة السودانية، داري لنا جينات بتاعت خنايب، داري لنا جينات بتاعت ربا، داري لنا جينات بتاعت قوادين، داري لنا جينات بتاعت ناس ما عندها شرف ولا عندها أخلاق، ما دارين، دارين الجينات بتاعت الشهيد النزير ده. زي ديل الناس يكرموهم، ديل الناس اللي ما بدلوا الوطن، الشايفه منه والله ولا مصور ولا في زول بيصور ولا في زول رافع كاميرا، كلام كده بس نقل اخبار من كلام من الجيران من ديل واقفين، تخشوا ما تخشوا ما بتخشوا، بنقتلك اقتلوا اقتلوا دو طلقة مات. الثاني بتاع الهلالية بهنا في عربية وما عربية برضو رفض عديل دو طلقة مات. يا جماعة ده ما هي ما ربنا كاتب ليك، هي الدنيا دي انت ما مخلت فيها، لو ما بتموت ولو اليوم داك موت تاني خلاص انت بس نقول معليش امسك في الحياة دي بيدينك وكرعينك، لكن انت ميت ميت، يومك مكتوب مكتوب، كما موت بطلقة في نفس اليوم بتموت بحادث، يا موت بالمغص يا موت بأي حال، يعني ما الحاجة اللي بتمسك فيها وتقول ليه وشايل لي دوشكا، دوشكا يفجروا عليك في راسك وقول شايل دوشكا وما يشيل دوشكا، انت لو شايل دوشكا قال لك داير اركب فيه مرتك عشان شايل دوشكا بتركب، ومرتك شفت المويه دي زي مرتك، المويه دي بس شفتها زي ما انت خفت وسلمت المويه ممكن تخاف وتسلم اي حاجه، ودي الحقيقه، دي الحقيقه، السبب اللي خلاك تجيب لي مويه حتيجي تقول لي انا خفت وانا ما بيدي ولازم، لا لو انت بتبيع بتبيع اي حاجه، ولو انت وقفت بتقف قدام اي حاجه، ما المبادئ دي ما حته هنا وحته لا، المبادئ دي ما بتجزئوها في المويه وفي الحريم بتقعد تعاند، لا طالما قدمت المويه بتقدم الاعلى من المويه، وطالما قدمت بتقدم اي حاجه، طالما تنازلت مره بتتنازل، وطالما خفت الخوف ده سلطان بيمسكك كلك، لو قال لك اعمل اي حاجه بتعملها، لو شغلك عديل قال لك ميراسيل بتترسل، لو قال لك اقعد تعصر الكرعين بتعصر، ما خلاص انت خايف، انت خايف، يعني ده ما عذر ولا مبرر. عشان كده الناس يا جماعه شرق الجزيره الناس تتوحد، الناس الرجال توحدوا، في خير، في ناس رجال، في ناس واقفه، في ناس مصندده، في ناس والله بالطوب شغاله بالطوب، والله ناس العيد ديل طلعوا على بكره ابيهم، قسما بالله العظيم العيد طلعت على بكره ابيها، والله لا شيء عندهم سلاح ولا بس بالعكاكيس، بالعكاكيس واقفين في الشوارع كلهم متجمعين، كلهم واقفين في الشارع لا شايلين سلاح، لا عندهم سلاح، لا عندهم معروف العيد، ما عندهم اي حاجه بس الا واقفين وحالفين قسم يقتلون يخشوا بيوتهم، لكن غير كده ما بشيلوا منهم حاجه. ده كده هاي صح، ما هي ما الدنيا كده، ما دي احنا ما سبحان الله ما حضرنا اي حاجه، لا حضرنا مستعمر، لا حضرنا غزو انجليزي، لا حضرنا تركي، الان جانا شفنا بعيننا، يعني احنا لو كان جانا زمانك بنفس الناس اللي معانا دي جانا الغزو التركي والغزو الانجليزي والله الناس كانوا رقدوا في الواطمات، كانوا الناس نامت عادي، كانوا رقدوا للمستعمر وكانوا دخلوه وكانوا ضبحوا ليه، لانه مستحيل الناس كانت بتموت من زمانك، عبد القادر الحبوبه ده بيحاكموا فيه وما تسد وعارف ممكن بكلمه ممكن يرضوا عنه ويخلوه يحفوه، لكن رفض، رفض ليه؟ عشان الكرامه وعشان العزه وعشان هو سوداني وعشان هو وطن، انت مالك؟ انت ما سوداني؟ ما تجيني ما في عذر، تقابل سلاح، دبابه، دوشكا، طياره، انت تموت يتعيش راجل، يتموت راجل.
ما في عذر. تقول لي انت ما تجي، لو كان احنا خلونا والله كنا جينا، لو ما عندنا مرض عيان والله كلنا جينا. الشعب السوداني ده كله اقسم بالله العظيم الشعب السوداني ده كله داري الموقف اللي عندك ده، داري انك احنا ما قلنا لك من الاول امشي الخرطوم، ولا قلنا لك شيل سلاح، كلمناك من زمانك قلنا لك الناس زي اللي انتهوا من الخرطوم بيجوك، ما تقعد في الغريه بيجوك، ما تقول انك انت امن بيجوك، وكلمناكم نتوحدوا كل دول يجيب سلاح، اعملوا دوريات، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، اجتمعوا. ما سمعتوا الكلام، لما نجوكم بيقوا ياكلوكم غريه غريه، وكل ناس يكوركوا الحقونا، وفي ناس تتفزر تقول لك والله، وفي ناس شغالين لهم قوادين، وفي ناس بيدخلون بيوت الضباط، وفي ناس بيجيبوا لهم البنات، وفي ناس بيجيبوا لهم المريسه، وفي ناس بيجيبوا لهم العرقي، وفي ناس بيجيبوا لهم البنك. دي الحقيقه، دي الحقيقه. خلاص عشان كده نحن محتاجين القانون، بنقول لبرهان القانون. الشعب كله انت شفت الانتصار ده، وشفت الناس مبسوطه كيف، وكنت شفت الشعب كيف، وشفت دي لسه على الفرحه ما جات. اعمل القانون خلي الشعب يرتاح من حاجه سيما قحاطه، اعمل القانون خلي الشعب يرتاح من حاجه سيما قحاطه، من حاجه سيما عميل. العملاء في كل مكان. عندي رساله لنهر النيل، امس في عبره بالصدفه لقولون جنجويت في مستشفى، لولا الصدفة ما كانوا قبضون. أنا سؤالي لناس نهر النيل، الناس ديل دخلوا كيف هناك؟ الناس ديل دخلوا كيف؟ معناتها لجنة أمنية فاشلة، معناتها شرطة فاشلة، معناتها استخبارات فاشلة، معناتها الوالي فاشل، معناتها رئيس اللجنة فاشل، معناتها الغالي بتاع المنطقة فاشل. دي الحقيقة، ده وطن. طالما الناس ما جد قايمه بشغلها هنا ما في مجامله يا برهان. انت الحاجه دي مفروض تاخدها اولويات. ده زول فاشل خلاص. 54 جنجوي دي كانوا قاعدين، ولو ما اتقبضوا في المستشفى بالصدفه الناس دي كانوا قاعدين جوا، كانوا قاعدين جوا حد برا. في معاهم ثلاثه حصل لهم حادث وجزارون دخلوا كيف حد برا. التفتيش دخلوا بيه وين؟ الناس اللي كانوا قاعدين في التفتيش منه؟ ودخلوا ساي ولا دافعين قروش؟ ما دي كلها أزيلة. أنا لما نلقى 54 في حتة واحدة معناته أديل القبطون. الما قبطون كم في عبرة؟ الما قبطون كم؟ ديل 54، أنا ديل قبطون ثلاثة في المستيفة و54 في حتة واحدة. الما قبطون في عبرة ونهر النيل الآن كم؟ كمية كبيرة أكيد، كمية أكيد، كمية كبيرة. معناته محتاجين في نهر النيل محتاجين والي عسكري، محتاجين تفتيش، محتاجين مراجعة، محتاجين البيوت الفاضية تتفتش، محتاجين زي ما مدني طلعوا من وين؟ الجنجوي طلعوا من البيوت، طلعوا من المدارس، طلعوا من المدارس وطلعوا من البيوت وطلعوا من الشقق، طلعوا بسلاحهم. كان في غلطة أمنية من كان في، احنا كنا بنتكلم وننبح كلامنا طلع صح بالأدلة والبراهين. الآن نهر النيل مستباحة، ممكن في خلايا نايمه جوا، والله في خلايا نايمه كميه في نهر النيل، والله كلها مستباحه. وانا اقول لك قسما بالله العظيم، يوم من الصباح تقوموا والله تترقبوا كلكم ونسمعوا كلامي ده كويس، لانه بيناتكم عملاء وبنعرفهم بالاسامي وقبال كده تكلمنا عنهم. بيناتكم ناس عاملين نفسهم اهل شرف وعز وعندهم قروش، وديل اكبر قوادين للجنجويد، ديل اولاد حميتي قاعدين معاكم. لا في زول بيقبضون ولا في زول بيجيبون. يوم من الايام بتقوموا والله الناس دي سمحتوا خطابه لكم يا نهر النيل، كلامه لكم سمحتوا، قال لكم شنو اطفالكم بنخطوا لكم في الفرن، قال لكم بنرجعوا لكم جوا النار. الناس دي حاقدين وحاقدين وحاقدين. يعني مفروض اي مواطن في نهر النيل في الولايه الشماليه يكون رجل امن، اي مواطن يكون رجل امن. ستار شاي دي ما تشوفوها بعينكم، بتاع طبالي ما تشوفوهم بعينكم. شفت انت مزولت شتلت طبليه هناك، ما في، ما تقول لي يجي شرطه وانت المزولت الشرطي، بعدين اللي بيحصل لك والله بيجيك انت قبل الشرطي. مفروض ولايه نهر النيل المواطنين كل المواطنين يكونوا رجل امن، لانه انتوا بالنسبه لهم مستهدفين بطريقه ما طبيعيه، لانه في عنصريه عديل هنا في الحته دي، عنصريه في ناس مدخلين جوانا العنصريه دوله 56 ونهر النيل وما نهر النيل مفهمينهم كده. عشان كده بنقول لكم اوعوا قبل فوات الاوان. الحاجه اللي حصلت امس في المستشفى ده لفت نظر،
لفت نظر زي ما حصل في مدني قبل اليوم ونبهنا، ولما امس قامت الشرطه استخدمت الصاح ومسكت الناس واي حاجه، لكن لسه في خلايا نايمه في مدني، مدني دارت تتفتش، لسه مدني دارت تتفتش، وسنار دايره تتفتش، والقضارف القضارف دايره تتفتش، القضارف دايره تتفتش. اسمعوا الكلام، الناس دي الدوله بتاعت التمكين بتاعت الجنجويد دي ما دوله سهله. هل بيقول لك دوله سهله؟ واقسم بالله ان احنا انتصرنا، قلنا لك بمعجزه. حميدتي ده ما في زول ما اشترى، حميدتي لجنه معلمين اشترى، لجنه صحفيين اشترى، لجنه طب اشترى، لجنه محامين اشترى، لجنه نيابات اشترى، لجنه ضباط اشترى، لجنه بوليس اشترى، لجنه ما في زول ما اشترى. منو المشترى؟ منو المشترى؟ الدنيا دي كلها حميدتي مشتري، حميدتي مشتري. بجيب الصحفي بيحلف قسم جنبه، بيحلف له قسم، بيجيب الصحفي بيحلف قسم جنبه يشتغل معاه، احلف قسم اقسم بالله العظيم، وخدت لك الله احلف جنب حميدتي. حميدتي ما في زول ما اشترى، حميدتي اشترى الاحزاب كلها، اشترى القحاطه كلهم، اشترى الناس الرخيصه، اشترى الاسر التافهه، اشترى الاسر اللي ما عندها قيمه، اشترى الناس اللي ما عندها ضمير، اشترى الادارات الاهليه الرخيصه، اشترى العمد التافهه، اشترى الناس اللي ما عندها قيمه، ما خلى له زول ما اشترى. الدولة بتاعته دي قاعدة، الناس دي كلهم مقبوضين، وأي زول بيدفعوا لك كانوا بصوروا. شفت أمس هناك استثمار راكب راكب وشايل الجهاز رسمي، خلاص ده مرحلته، جاء دوره، ركب لبس رسمي وجاء دوره خلاص، وجاوا ناس بعاتي ركبوا، ناس كلهم أولاد القحاطة كلهم راكبين، شفنا كمية كبيرة من أولاد القحاطة راكبين. ما في زول ما بير، كلهم حيركبوا، عنده خلايا نايمه في، عنده خلايا نايمه في كل السودان، والله في كل السودان عنده خلايا نايمه، وخاصه الخلايا بتاعته الخطره بتاعت النهر النيل والشماليه. وانا قلت مني الكلام ده احفظه الكلام ده، انا ما بقول لك معلومه كذب ولا بقول لك معلومه بلف وادور، والله انا قبل كده اتكلمت مع ناس الدبه ديل، وتكلمت معاهم كلام شديد، وقلت لهم الكلام ده قبل اليوم في الدبه، عندي اكثر من 5 لايفات في الدبه، لانه الدبه دي حميدتي جا حضر فيها اعراس، وجاء دفع لناس اعراس، وعنده علاقات بناس، واشتروا له اراضي هناك، وحميدتي في اسر من تشات ولا من النيجر مشتريه بيوت في الدبه. الكلام ده انا بقوله وموجود الكلام ده، اسمعوا الكلام ده كويس، دي بلد بتضيع لو ما الناس وقفت وخلت المجامله وخلت الهناي، وخايفين من ده سيدي وده سيدك وده اسره فلان، والله بتتركبوا، والله انا بقول لكم بتقوموا من النوم بتلقوا نفسكم والله العظيم بين الموت والحياه، لان ناس مدني اللي انغزى والله انغزى بس الخبره بتاعت الشرطه. انا بقول لك جهاز الامن والشرطه الخبره بتاعتهم كانت عاليه جدا، لانه لو ما المعركه ما كانت كبيره مستحيل القوات الخاصه تنزل ليها مظلات وتنزل قوات في الطريق عشان تعطلوا، عشان يتعطل، شوف عشان يعطلوا نزلوا قوات خاصه برا مدني عشان الناس دي اللي يتعطلوا في الطريق ما يخشوا. هنا جوا اتعاملوا بحكمه واتعاملوا بوعي واتعاملوا بخبره كبيره الشرطه وجهاز الامن. لكن احتمال هناك في نهر النيل بعدين الشرطه ما تقدر تتعامل ولا الحكمه تكون فيه، ولا تكون الموقع بتاع نهر النيل زي موقع مدني، يكون نهر النيل مفتحه. يعني انتم ممكن في نص ساعه يصوتوكم وممكن يعملوا فيكم اي حاجه، يبيدوكم اباده، انا بقول لك انا الحقيقه. عشان كده الناس تكون واعيه، والناس تكون الناس نهر النيل، الوالي ده ما بينفع، الوالي ده اصلا ما بنافع، يجيبوا لكم والي عسكري، تطالبوا بوالي عسكري رسمي وشعبي. شماليه والي عسكري، لانه دي الولايتين مستهدفات، محتاجين خطط امنيه. الجنجويد جنبه في شندي، ما بعيدين منكم الجنجويد، وجواكم والله خلايا من عبد الله مسار قاعد كان في شندي، وغير عبد الله مسار كميه كبيره من الجنجويد قاعدين، ديل والله بيخدموا الجنجويد بعيونهم. الناس تكون واعيه والناس تكون عارفه، لما نحصل البل والله بتتعبوا انتوا، احنا بنفتح لكم بنقول لكم الحقيقه، انتوا تاني مواطنين هناك اعملوا اللازم، اطلعوا مظاهرات، امشوا الحاميه العسكريه، طالبوا انه يكون في رغابه، طالبوا انه يكون في تفتيش، طالبوا انه يكون في ارتكازات في كل شارع، في كل ناصيه، في كله لازم، دي ما مجاملة. الآن القبضة الأمنية مطلوبة،
المراجعة بتاعت الهوية مطلوبة، المراجعة بتاعت الشقق المفروشة مطلوبة، مراجعة بيوت الإيجار مطلوبة، مراجعة المزارع مطلوبة، المشروع بتاع الأمارات الهناك تمشوا تشوفوا بعينكم جوا في منو. أنا بقول لكم تمشوا تشوفوا بجوا في منو، جوا في منو. ممكن المشروع ده بالليل يجي طيران ينزل جوا هليكوبتر. أنا بقول لك البلد نايمة نوم، هناك نايمة نوم البلد والله العظيم. المشروع كبير، مشروع كبير جدا جدا. ما عارفين انت جوا في شنو؟ في زول عارف جوا في شنو؟ ما في، ما في زول عارف جوا في شنو في المشروع بتاع الدويله. ما في، مشروع كبير حداري ما احتمال جوا فيه الموت. انتوا عارفين؟ ما عارفين. حارسين شنو طيب؟ حارسين لجنه امنيه عشان تجي هناي؟ والله ما يعمل لكم حاجه. الوالي الجي، الوالي بتاع نهر النيل والوالي بتاع الشماليه، والله الاثنين اضربهم في سته ما يساووا واحد صحيح. الاثنين يمشوا. دارين عساكر؟ الآن السودان محتاج لعسكر، السودان محتاج لعسكر. الآن احنا في حرب، مفروض القرار ده يطلع من فوق، لكن الفوق ما شايف. الفوق أحول والله أحوص، نحن ما عارفينه. لكن الآن القرار مفروض السودان كله، لأنه هشاشة أمنية ما طبيعية. حاجة طبيعية تجيب والي عسكري، حاجة طبيعية تأمن الولايات بعسكر بضباط عشان البلد تكون الغضة بتاعتها الأمنية يكون شغل نظيف. لكن البرهان ما شايف ولا داري يشوف، ولا كأنه ولا عارف، ولا عارف أنه انتصرنا في مدني، ولا عارف أنه الجيش انتصر. قسما بالله نايم نوم أهل الكهف، نايم نوم أهل الكهف. الشغل ده ده كله مسؤوليتهم. اللي بيحصل في مدني والخلايا النايمة دي مسؤوليتهم، لأنه 8 شهور خدت لنا والي قحاطي. مدني دي تملت على بكرة أبيها، اتملت على بكرة أبيها، خلايا نايم ميتة ولا خلايا نايم. الآن سنار فيها، القضاري فيها، كسل فيها، بورسودان فيها. ليه؟ لأنه كانت فيها شاشة أمنية. الآن مفروض القرار طوال يطلع سرعة سرعة، يجيب ضباط نهر النيل، ضباط ضابط شمالية، ضابط مدني، ضابط النيل الأبيض فاتحة مع جنوب السودان داخلين ميليشيات وطالعة داخلة فاتحة، فاتحة النيل الأبيض فاتحة. الجنوبين دول بيجوا من وين؟ بيجوا من السماء بنقطه بيجيبوا لك بولايتك تحت النيل الأبيض. ليه؟ لأن الوالي ما فاهم قحاطي، لأن الوالي ذاته هو بساعد على فتح الحدود عشان يخشوا جنوبين، عشان ضد الحقيقة. برهان ما عارف؟ والله ما عارف. أنا عارف ولا ما عارف؟ إحنا ذاته ده عمل لنا كفي راسنا قسما بالله. ما فاضي إلا ذاته والله العظيم، ما فاضي إلا الولايه تحت النيل الابيض. المفروض الليله الوالي يتغير، لانه الجنوبيين داخلين بهناك، الناس شافوهم بالعين، شوف العين، شايفينهم بالعين، هذيل قاطعين الجنوبيين. يا زول من الولايه ادفع جيب المستنفرين انشرهم في الولايه، ما عنده ميزانيه. عندك الميزانيه بتسرق بيها، الميزانيه بتاكل لحم في البيت، الميزانيه بتركب عربيه، الميزانيه بتديها لاولادك يتصعلقوا بيها، لكن ميزانيه للدوله ما في. برهان خدتيهم ليه؟ خدتيهم عشان يقصروا عمرنا، خاصتيهم عشان ينتقم مننا، هو مطالبنا دين. عشان كده برهان لازم يسد فينا الدين. يا برهان يا اخي ما ترحم ميتيننا وارحم ميتين البلد، بعد كده جيبوا ولاء عسكريين، جيبوا ولاء عسكريين. يا خلي العجره في الكضابه وخلي النفخه الكضابه ما بتعرف، ما بتعرف تفكر والله العظيم. علاقتك بالتفكير علاقتي انا بالغنى. جيب لك ضباط عسكريين مسكون البلد، مسك البلد لضباط عسكريين بيعرفوا يسددوا وين، يعرفوا يعملوا شنو، يعرفوا الخلل وين، يعرفوا الشغل وين. هقعد كده قاعد بصمي بلط، كرهتنا الرئاسه وكرهتنا الجيش وكرهتنا ام البلد وكرهتنا ميتين البلد وكرهتنا اي حاجه. سلبي ضعيف ما بتفهم، ما عندك حاجه. جيب ضباط عساكر، ضباط عساكر يا خلي يرحم والديك. جيب لك ضباط عساكر مسكوا البلد، جيب ضباط زي ما جبت في بورسودان، جيب ضباط. المجتمع الدولي لو البلد دي انهارت ما بينغزك، ما بينغزك. الشعب السوداني ده تضيع، انت بتطلع نحن بموت اهلنا بموتوا، انت بتمش برا اخوانك برا، عندكم قروش كثيره وشركات، نحن ما عندنا، نحن ما عندنا برا، انت عندك برا خميره برا كبيره، نحن ما عندنا. جيب لك ضابط البلد دي احنا بنطمئن. جيب ضباط، شيل الرمم، شيل الخنايط، شيل الناس اللي ما نافعه دي، شيل. جيب ضباط، جيب الضابط بيعرف يأمن، بيعرف خطه امنيه، بيعرف ما تقعد تتفرج ساي.
جيب جيب ضباط، البلد كلها نازل، كلها خلايا نايمة. حميد تشترى بنسبة كانت 80%، على 20% يا هل منتصر الآن قسما بالله العظيم. حميد تشترى 80%، 80% على 20% دي المنتصر الآن. انت دار تنظف 80%، بتنظفها بوالي قحاطي، بتنظفها برمة، بتنظفها بوالي ما فاهم، بتجيب عساكر ياخذ سنة أولى حرب، سنة أولى حرب. الحصل في مدينة ده قدام عينه. ليه سمح الناس القضاري فعلنوا حظر التجوال وناس في ليه؟ معناته كلهم كانت خططهم فاشلة. يا دوب صحوا وعرفوا أنه في خلايا، نحن نقول في الكلام ده من 8 شهور. ده فشل، فشل. فشل منك أنت قبل من الوالي. فشل منك أنت اللي ما قادر تدير دولة. فشل منك أنت اللي ما فاهم حاجة. فشل منك كبير يا أخي. جيب جيب عساكر، البلد كلها مستهدفة، البلد كلها الآن مستهدفة، هشاشة أمنية. بتجيب عسكر ولا مدني؟ بجيب عسكر. جيب عسكر، جيب عسكر عشان الناس تتحلى وتتفك. الناس ماشية الانتصار وماشية ما تمسك عليها الحياة. جيب عسكر خليه يمسك مدني، جيب عسكر لسنار، جيب عسكر للولايات كلها. عندك الضباط ما شاء الله راكدين، جيب لك 18 ضابط، 18 ضابط سلام جوبا بتاع كام البلد. لما البلد لو اتفقدت لا بتلم في سلام جوبا ولا بتلم في حرب جوبا. هالبلد هي ماشيه تضيع. انت دار ما تمسك لي بسلام ما عنده قيمه. وين السلام؟ وين هو السلام؟ اديني السلام. قول لي يا هند السلام يا ود كامل. قول لي يا احنا ما عايشين وين يا برهان؟ سلام بتاع جوبا انتهى فعليا، انتهى في الارض. سلام جوبا انتهى بالحرب دي، سلام جوبا انتهى بالحرب دي. ما حميتي جزء منه، حميتي ما جزء من سلام جوبا، النمر جزء من سلام جوبا، وده كلهم قحاطة تابعين للجنجويت. القحاطة مشوا من سلام جوبا وهذيلك شلتهم برا. الآن الدولة السودانية محتاجة لقرارات أكبر من سلام جوبا وأكبر منك أنت ذاتك وأكبر من العينك. محتاجة لقرارات تحمي الدولة السودانية من الانهيار، منها الولاد العسكريين عشان يحافظوا لك على الهيكل بتاع الولاية، عشان بيكونوا عندهم فهم خططي ممكن يقدر يدوروا لك في يدهم الصلاحية. لكن تجيب والي قحاطي الميزانية في يده، الكلام في يده، رئيس ما فاهم حاجة، هيعمل شنو؟ ما هيعمل حاجة. عشان كده لازم يا برهان، لازم لازم طوال الآن تجيب عساكر الليلة قبل بكرة. لو بالليل أنا محلك والله الليلة بالليل الساعة واحدة أجيب عساكر، اوديهم بهليكوبترات امسكون الولايات، واقول لهم كل زول مسؤول من ولايته اضع الخطط دي. انت سوي الحاجه اللي بتدافع بيها عن منطقتك واطلب مننا احنا بنديك بس دي الموضوع. لكن انت داير تتامر في الولايات، داير تجيب لك ناس اشبه رجال، داير تجيب لنا علماء تامين رجال، داير تجيب لك خنايت، داير تجيب لك ناس ضعيفه، داير تجيب دوله مهلهله، دوله مهلهله. احنا دايرين دوله قويه. الدولة القوية بتكون بحجم الحرب الحاصلة في السودان الآن. مدني كادت تنهار، كادت والله العظيم كانت حتنهار، لكن ربنا لطف. الحاجة المنعت أول يوم أن الدولة تنهار، يا هل منعت مدني تنهار، يا هل منعت مدني تنهار. عشان كده اتعلم من أخطائك، اتعلم. ما عيب أنك تغلط وما عيب أنك تتعلم، لكن المشكلة تكابر. المشكلة تعمل نفسك فاهم وانت ما فاهم حاجة. دي المشكلة، دي المشكلة اللي وصلتنا هنا، دي المشكلة اللي لبستنا بها الحيطة، دي المشكلة اللي أكلتنا بها نيم، دي المشكلة اللي جبت لنا الريمم الخنايا تمكنتهم في الدولة السودانية. الآن جيب عساكر، جيب ناسك، جيب مؤسستك العسكرية. مؤسستك العسكرية اللي احنا شفناها دي خايفة على البلد أكثر من أي مدني وأكثر من أي قحاطي وأكثر من أي عالم. العساكر ديل يا هون الان اللي احنا لقيناهم واللي هون واقفين معانا واللي هون بيدافع عن الدولة السودانية، نحن معاهم مطمئنين، نحن بنصدق كلامهم، بنصدق كلامهم لانه بيقولوا الكلام بافعال. انت ما دار تجيب ليه؟ انا ما عارف ليه ما دار تغير الولدين. الان عبر امس 54 متمرد في مستيفى، ثلاثة راكدين زبيتي، 51 زيارة. الولاية ما لا الولاية معناتها جواها كميات اكبر من دي بالالاف. عبر والله جواه بالالاف، وعبر دي كمان اخطر ولايه. عبر لانه فيها مدفعيه، عبر وفيه، ولو لقوا طريقه نازل طوال يستلموا المدفعيه مشكله. انت حارس شنو طيب؟ حارس شنو؟ الولايه ده الولد دارت تتنظف،
البلد فاتحة، تيجي ماشي من اللي من بورسودان، ليه مدن انت تخش ما تلقى لك تفتيش واحد ازالوه، تيجي داخل تلقى بتاع مرور تحصل لك فيها النصيب، احمد الله ويمشي. معقول يا برهان؟ البلد دايرة قبضة أمنية، دايرة تعليمات واضحة، دايرة تفتيش، دايرة ناس بيمشوا بدفارات من الخرطوم بيعبروا ليصلوا مناطق بعيدة في السماء، قسما بالله العظيم بيصلوا كيف؟ أنا ذاتي ما عارف، بسأل في واحد بيقول لي والله بيدفعوا السهلة في الطريق. ده شنو ده معناته يا برهان؟ احنا محتاجين قبض، محتاجين. انا اقول لك شنو ما محتاجين، محتاجين لوز لي انا ذاتي، انا ذاتي داير لي لوز عشان اقدر اتكلم واواصل معاك انت، لانك انت شلت اللوزين الاثنين قسما بالله العظيم. دفار بيطلع مليان حاجات، شهود عيان شافوه بالعين، اقسم بالله العظيم حاجات بيمشوا ينزلوها في مناطق بعيده خلاص من الخرطوم، بيطلع بيجي مرة بالاستخبارات بيدفع، بيجي مرة بالشرطه بيدفع، بيجي ماشي لو شايل لي قنبله جوا بيمر. ليه؟ لانه ما في زول والي فوق عسكري جامد كده بخافوا منه، لانه ما في تفتيش، ما في حاجه قسما بالله العظيم. ودي الحقيقه، تفتيش قاعدين تحت الاستخبارات السهله، والله الواحد تعمل لك كده يمررك. الدنيا في حاجات كثيره، يا الناس تشتغل بذمه وضمير يا البلد دي حتنهار. احنا بنتكلم ما بنتكلم من فاضي، بنتكلم من مليان، في حاجات شواهد عندنا، حاجات بتاع قبل ولمس مرة من 500 ارتكاز انقبض في المسيد، انقبضوا في المسيد 500 ارتكاز مروا منهم، انقبضوا في المسيد، انقبضوا في المسيد، انقبضوا في المسيد. ليه؟ لأنه لسه ما في عسكري فوق، مفروض تجيب عسكري كويس، عسكري جامد يمسك البلد، يمسك معاك، مسك الولايات كلها 6 ولا 7 ولايات فيها هشاشة أمنية، شمالية، نهر النيل، مدني، النيل الأبيض، سنار، جيبوا له عسكريين. الله يديكم الصحة والعافية، وبإذن الله تعالى منتصرين، وبإذن الله تعالى منتصرين. والقحاطي مبنوم قسما بالله العظيم، القحاطي الليلة يكون كمل البارات كلها، ما خلى له قزازة ما شربها. الله يديكم الصحة.